بعد المباراة ما شاء الله شفنا البرقيات والتهاني والنجوم الكبار اللي كتبوا على صفحاتهم كمان الشخصية مباركة للنادي الأهلي. آخر يعني من آخر الرسائل الجميلة، واحد من النجوم الكبار، النجوم الكرة التونسية، ودايما ليه آراء مهمة وليه آراء مختلفة، ودايما كلامه مهم عن النادي الأهلي، الكابتن الكبير كابتن طارق دياب، اللي كتب على صفحته الشخصية وقال: تهانينا الحارة للكابتن محمود الخطيب وكامل أسرة الأهلي على الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11. الأهلي يبقى من أكبر نوادي القارة وأقربها للعالمية على المستوى الفني والإداري، فهل حان الوقت لنراه على ملعبه الخاص في المواسم القادمة؟ إن شاء الله كابتن طارق، أولا احنا بنشكرك على التويتة المهمة دي، ودايما على آرائك كمان الفنية وانت بتتكلم عن النادي الأهلي، دايما أراك العادلة والمنصفة عن النادي الأهلي، وبنشكرك شكرا جزيلا. كابتن طارق دياب واحد من النجوم الكبار، ولما الرأي بيجي من نجم كبير بيكون ليه قيمته وأهميته يا كابتن شريف. اه طبعا كابتن أسامة، يمكن كابتن طارق دياب احنا من يعتبر ده كابتننا كلنا في الكورة، وكمان في التحليل الفني الحيادية ورأيه العادل والحكمة في كلامه، ومفيش يعني تعبير أكتر من جمال كلامه وهو بيتكلم عن قيمة النادي الأهلي وقد إيه الحب اللي بيطلع منه وهو بيتكلم. هو قيمة كبيرة لينا كلنا كابتن طارق دياب، وبيمثلنا كلنا. لما نجم كبير زي ده يتكلم في حق النادي الأهلي، هو بيعبر عن اللي جواه وحبه ومدى شعبية النادي الأهلي في كل مكان، فالراجل بيقول آراءه، فده يعني رأي محترم، وده قدوة لينا كلنا كابتن طارق طبعا. أكيد من الشخصيات المحترمة.